زرار الباور ماشي. بتفتحيه بعد كده بتدوسي زرار الكهرباء ده الانجن عشان خاطر البايك يدور. طبعا ده بعد ما بنعمل ندور المفتاح الاول. يعني ندور المفتاح نفتح ده ندوس على ده بالظبط. هي ابقى راكبه ولا ابقى بره؟ بتسوق عربيات مانيوال؟ بسوق عربيات. طيب هو نفس الفكره بس ان احنا بنستخدم ايدينا ورجلينا مع بعض. الجزء اليمين عندي كله هو اهم جزء. الجزء اليمين عندي هو فيه البنزين وفي الفرامل اللي قدام ورجلينا الفرامل اللي ورا في الجزء اليمين. الفرامل اللي هي دي اللي هي صغيره دي بتحطي رجلك على الستاند ده وبعدين دي فرامل. دي الفرامل ودي بنزين وده فرامل قدام. فرامل قدام وورا بالظبط. ده الدبرياج اللي هو اجيب اول وتاني. ده الدبرياج بتلميه عشان تجيبي اول وتاني من هنا. دي عصايه الغيارات. ايه كل ال بصي سهل سهل اقعدي. بنقعد من الناحيه دي ماشي. اوكي قعدنا. امسكي بقى الموتوسيكل من الدركسيون. اعدلي بقى البايك. انت بتعدليه اقومه. برافو. ايه ده ماله تقيل كده ليه؟ هو خفيف طول ما انت واقفه في الثبات او 360 خلاص انت مش حاسه بوزن الموتوسيكل. اول ما تميلي يمين او شمال تبداي تحسي بوزن الموتوسيكل. طيب ماشي. الموتوسيكل ده فيه نوع من انواع السيفتي ان طول ما عصايه الستاند دي نازله هو مش هيدور خالص. ماشي الحمد لله. ماشي. فاحنا فاحنا لازم بنرفعها. بنرفعها ازاي؟ كده ما تميليش وانت بترفعيها لانك لو ملتي هتقعي على الموتوسيكل على طول كده من اولها. هتطلعي رجلك قدامها وبكعب رجلك. ايوه ثبتي استدي على رجلك تاني. بتحطيها وبترفعي. حلو. نزليها بقى تاني. ليه بقى خلاص طلعت. نزليها بقى تاني. بصي بظهر رجلك. بظهر رجلك هنا. لا 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 مش قوي كده. هنا اهي. بصي عليها شوفيها ظهر رجلك او بوش رجلك. اوكي ايوه برافو. نزليها خالص كده وتميلي. طيب شوف بقى هتبداي ان انت تلفي المفتاح وهي مايله وهي لا خلاص بقى انت لفي المفتاح دوري الاول. انا بعلمك بس. ماشي لورا. حلو كده. هو دار بتلاقيه منور خلاص. العداد منور. بتلاقي هنا في ان عندك. بصي بقى يا ستي الغيارات عندنا اول بتلمي الدبرياش على الاخر وبعدين بتجيبي اوت تدوسي عليها. وبعدين في ان اللي هو النيوترن اللي هو بتبقى في مرحله ثبات ما بيدورش. النيوترن دي طول ما هي منوره خلاص الموتوسيكل مهما هو كان داير مش هيمشي غير لما انت تدي دبرياش وتجيبي ايه نقله يفتح لوحده بالظبط. طيب بندوس على الباور وبعدين دي الاول. دوسي على الباور بعد كده دوسي على ده. بسم الله سلم. هنا ده البنزين. زودي كده. لا من غير الفرامل. ازود يعني اعمل ايه؟ يعني كده قدام. ده البنزين. طيب برافو برافو. بتفصل يا جماعه بتفصل. احنا بنلم دوت عشان نجيب اول نقله. لو انا جبت اول نقله دلوقتي وانا منزله الدبوس ايه اللي هيحصل؟ مش هتدور. هيبطل. بصي هعمل كده بطل. هنعيد تاني بقى كل اللي انت قلتيه ده تاني. هندوس على دي بس. ماشي. بسيط خلاص. ماشي. طيب احنا لازم بقى نعدل البايك. اعدليه بقى. ايه ارفعي الدبوس. ما تمليش بقى. ماشي. طيب هتلمي ده على الاخر. هتلميه على الاخر خالص. اي ضغط على صباعك طبعا. هتلميه على الاخر خالص. ماشي. ماشي. هترفعي رجلك هنا وتجيبي اول غيار. انت هتخليني اسوق دلوقتي؟ عايز تفهميني انا هسوق دلوقتي؟ هنشوف. بسم الله الرحمن الرحيم. هدوس على دي. ايوه اللي تحت كده. انت سمعتي التكه دي؟ انت كده جبتي الاول. ممكن تنزلي رجلك عشان بس ايه؟ هو انت المفروض ما تنزليش رجلك. ماشي. بصي بقى انت هتسيبي ده سنه سنه بس ما تسيبوش رايح خالص. وانت بتسيبي سنه سنه تلاقي الموتوسيكل بيتحرك معاكي. هيجي عند نقطه كده هيتحرك. سيبي سنه سنه. ايوه اتحرك اعمل ايه؟ خلاص ماشي. حلو كده. حلو حلو كده. انت بتحبي احساس انك بتعملي حاجه مجنونه؟ بتحبي احساس انك بتعملي مغامره؟ هو ده تروحي المراجيح يا حبيبتي. تروحي الملاهي. بصي دي احلى. دي بجد الموتوسيكلات بالنسبه لنا احنا احلى من اي حاجه تانية في الدنيا. بتطلع كميه ادرينالين عند الواحد. لو انت متضايقه وركبتي البايك وطلعتي بيه مشوار طويل هتطلعي كل اللي جواكي. ان انت بتبقي قاعده بقى مشغله المزيكا بتاعتك انت في دنيا كده والعالم كله في دنيا ثانيه. حاسه ان انت طايره. قولي لي يا رغده انت متجوزه؟ لا مخطوبه. مخطوبه حبيبه قلبي. وخطيبك بيركب برضو الحاجات دي؟ بصي لا يعني هو بيسوق موتوسيكلات وده اللي مخلينا ان احنا طبعا طلقيته في الجنين طبعا. غير كده ما كانش هيوافق يعني. خلينا متفقين يعني تطلعوا طلعات كدهوت كلكم مع بعض وبيبقى معاكم وكدهوت.